السلام عليكم ورحمة الله. في هذا المقطع سوف نشاهد نزال غير احترافي ما بين ريان غارسيا وديفن هيني، لكن قبل ذلك وبدون أي فلسفة، نزال ريان غارسيا وديفن هيني سوف يبدأ على الساعة 8 بتوقيت نيويورك، وعلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت المغرب، وعلى الساعة 3 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وعلى الساعة 2 ليلا بتوقيت إسبانيا. ولكل من يرغب بمشاهدة النزال، كل ما عليه أن ينزل لأول تعليق وسوف يجد هنالك رابط، اضغط عليه ثم سوف ينقلكم لصفحة فيها العديد من الروابط. اضغط على اي رابط وسوف ينقلك الى البث المباشر، وان لم يشتغل معك اي رابط فجرب رابط ثاني، لان في بعض البلدان او في بعض المناطق تكون لديهم مشكلة ولا يشتغل معهم ذلك الرابط. واتمنى لكم فرجة ممتعة، وان لديكم وقت شاهدوا معي نزال ريان غارسيا وديفن هيني. المهم، هذا هو النزال الذي قد جمعهم في بطولة قديمة، وكما تعلمون ان ريان غارسيا وديفن هيني بينهم 6 نزالات، 3 فاز فيها ريان غارسيا وثلاثة فاز فيها ديفن هيني. والآن ديفن هيني هو الذي يرتدي ملابس حمراء، وريان غارسيا هو صاحب الملابس الزرقاء. يا إلهي، ريان غارسيا بسرعة تهل المعهودة صراحة، وديفن أيضا. ريان غارسيا يرمي طلقاته الخطيرة. ديفن هيني رائع. كيف سوف يكون نزال الليلة؟ واضح بأن النزال يسارية رائعة من ريان غارسيا. ديفن سريع جدا صراحة، انظر كيف يتعامل مع لكمات ريان غارسيا، يتفاداها بطريقة رائعة، وواضح بأن اليوم سوف يتفاداها طبيعة الحال بنفس الطريقة أو أفضل، لأنه تدرب أكثر وقام بمجهود أفضل. أمبركات بدون تحفظ هذا النزال يا حبيبي. الجولة الثانية، يساريات الديف الرائعة صراحة. رائع ديفن هيني صراحة، لازال تقريبا بنفس التقنيات، وهذا النزال يعني قبل 10 سنوات. انظر، لا يعطيه الفرصة. صراحة ديفن هيني شتت أفكار ريان غارسيا. ديفن رائع صراحة. ديفن هيني لديه تلك النظرة الثاقبة، يشاهد اللكمة أين تتجه ويبتعد منها. يا إلهي، ريان غارسيا يحاول يعني ان يمسك ديفن هيني ويركبه، لكن هيني لا يتوقف. يا الله، الاثنان رائعان صراحة، الا ان ريان غارسيا لم يكن سريع لتلك الدرجة. اعتقد بان الان ريان غارسيا سريع جدا في اللكم. حسبها اسقاط. الجولة الثالثة، هيني بنفس الاسلوب، هيني لكمات سفلية، يركز على البطن فوق تحت، يتحرك كثيرا. يا الله، كأنه ولد لكي يكون بطل، سبحان الله يا أخي. لكمتين رائعتين من ريان غارسيا، حطافيتين لكن ليس قوية. رائع ريان، رائع، لكن كما قلت لكم ليست بنفس السرعة، ليست بنفس القوة. يعني اليوم من الممكن أن نشاهد لكمة سريعة انتهى النزال، وكل شيء ممكن، ممكن حتى ان ديفن هيني يسقط ريان غارسيا، لكن ذلك نادر ما يحصل. ديفن سيلعب على النقاط. ديفن يعتمد على يسارياته كثيرا صراحة، دائما يعطي ذلك اليساري لكي يعبر المسافة بينهم، وحتى في نزالته الان يطبقها. صراحة ديفن هيني رائع، ولا نعلم يعني الاثنين كيف سوف يظهران هذه الليلة، وخاصة مع جنون ريان غارسيا. ديفن يركم، لكن مع رجوعه، لو كان ريان يعني بلكماته القوية لأسقط ديفن هيني، في تلك الرجوع ممكن أن يصيبه بلكمة سريعة، لا أعتقد بأن ديفن هيني لديه تلك الأخطاء حاليا.
لا أعتقد ذلك. انظروا كيف كانوا صغار في هذا النزال. أعتقد بأن ديفن هيني هو الفائز طبعا في هذا النزال، لأنه لم يكن يتوقف مثل ريان غارسيا. الحكم حسب إسقاط لديفن انت ديفن إيش. المهم هذا ما عندي في هذا المقطع. كان معكم محمد المحسني، فرجة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله.